معنا بفقرتنا المصورة الفوتوغرافية يمنى شامي، أهلا وسهلا فيك. موجود. مصورة فوتوغرافية ومهندسة ديكور، واليوم عم تعملي معرض ببيروت. قد ايه بيشبهوا بعضهم هندسة الديكور والتصوير؟ ما كنت معي، ما كنت ملاحظة انه بيشبهوا بعضهم، بس هلا عم تصور كثير تلاحظ انه في الليني الخطوط والكومبوزيسيون تبع الصورة مثل الديكور، يعني بدي احط كنابي هون، بدي احط الانسان بالصوره هون، في زيت الكومبوزيسيون، بس ما كان معي خبر انه في هالشبه بين هالمهنتين. قد ايه لك مهندسه ديكور؟ صار لي 11 سنه مهندسه ومصوره فوتوغرافيه. من انا وصغيره بلشت بالعشرينات. اها عمرك كله. طيب هالشغف اللي انت توصلتي انه تعملي معرض لصور ملتقطين او ملتقطين او من حول العالم، من لبنان من غيرها، ليه وصلتي لهيدي النقطه؟ شو حبيتي بالفكره؟ لانه هو انا ما بصور الا وقت اسافر، وبسافر بعيد، يعني ما بسافر بس على فرنسا وعلى اوروبا، بسافر على الارجنتين، على مدغشقر، بسافر وبالبلاد برحله، بروح على محلات مش موجودين بالجايد. دونك يعني بتسافري لتصوري ولا بتسافري لانه هيدي هوبي؟ بلشت سفر للتسافر، بعدين صرت احب قد ما شفت قصص جديده لعيون اللي ما بيعرفوا الا اوروبا ولبنان، صرت صور بدي فرجي العالم للي ما لهم الحظ يسافروا. صرت صور صور، وانا اختي دائما بتقول لي صورك كثير حلوين فرجيهم، الا انت شو بتفهمي منك بروفيسيونيل. الى اخر شيء ماهر عطار يلي هو اللي عنده الارت ديستريكت يلي انا عم بعمل اكزيبيشن عنده، قال لي انت صورك كثير حلوين، لازم تفرجيهم. ايه عم فرجيهم هلا وعم بياخذوا كثير سكسي، وكل العالم عم صدى العالم، يعني صدى الناس شو بس كل العالم عم بيقولوا لي انه عم نسافر. في واحد قال لي انا عم بترك الجاليري I'm happy، اجي البديه سفرته ببلاش. ماشي ببلاش. خبرينا انت تجربتك الشخصيه والخاصه مع الاماكن اللي عم بتزوريها، يعني شو بتحسي، كيف بتتفاعلي مع اهل هيدي البلد وبس يشوفوكي مهتمه هالقد بالتصوير للاماكن المختصه؟ لانه هلا حيقطع اكيد معنا على الشاشه بعض الصور اللي حضرتك عرضتيهم بالمعرض. وقت اسافر مثل ما كنت عم بقول، في قصص بالبلاد اللي عم رحلها ما بعرفها، في الوجوه مش مثلي، اكلهم مش مثلي، عاداتهم مش مثلي. وقت اكون عايشه، انا عايشه بباريس، وقت عايشه بباريس بسافر مع انه باريس كثير حلوه، ما بشوف الوقت شو انا معودت لها. بدي صور كل شيء، بدي صور كل شيء مثل كاني، لانه هذه اللحظه مش رح اجي اعيشها، مش ارجع على مدغشقر بعد. دونك بدي اعيش اللحظه، وقت اعيش اللحظه بدي صورها تفرجيها. وفي كثير كمان خصوصا بلبنان بدي فرجي، مثلا رحت على الهند بدي اي ونت تو اونر هالعالم يلي بلبنان منهم كثير محترمين، انا بدي حطهم از ستارز. يعني عندي كثير صور، حتى عائله هنديه بتعقد هالصوره بحبها كثير، وعم بحب لانه العالم عم بتحبها، عم بستغرب انه عم بيحبوها. عم شوف بعض الصور هلا عم يقطع معنا على الشاشه. هيدي ايه، هي بالهند، هول الاثنين بالهند. شو بتعني لك هيدي الصوره يمنى؟ هيدي الصوره هيدي ميراكل، لانه هيدا المحل فوتت هيدي فوتت سايت تورستيك سايت، وعادة بكون في ملايين عالم على هالباسريل. هون كان في شخصين، كيف قدرت اخذ هالصوره ما بعرف. دونك بحبها لانه اتس يونيك، اتس يونيك، ما بعرف اذا في حدا غيري قدر ياخذ هالصوره. دونك بحبها كثير. اوكي. هيدي الصوره اكثر شيء عم تاخذ سكسي، اكثر شيء عم تاخذ سكسي. السما الابيض، وانا واقفه كاني واقفه مع العصفور، لانه العصفور عاده بنشوفه من تحت، انا واقفه طرت تشوفه، واقفه على النيفو تبعه، وهذا هيك هيك ولوحده على هالاربع خمس شرايط، ولوحده هو ملون لون. هيدا كنت اول مره عم شوفه، هيدا كينج فيشر اسمه العصفور. ملون. بأي بلد؟ هيدا بالفلبين بتصور. هيدي العائله الهنديه اللي كنت عم بحكي عنها، فتت على بيتهم، على فتحت الباب من دون ما اسال رايهم، فتحت على بيتهم، كانوا عم بيلعبوا يضحكوا، طلعوا علي وعملوا لي هالضحكه اللي بتطير العقل. وكنت مع صاحبي، اجى قال لي انت كيف بتفوتي عند العالم؟ قلت له بشوف هالضحكه اللي اجتني. بعدين صاحبنا فرجيتهم الصوره، بنحكي مع الايدين.
دونك هيدي كمان عم قديه عندهم علاقه مع الاخر او الشخص الغريب اللي بيجي لعندهم ليكتشف حضارتهم يكتشف بيئتهم؟ حسب وين عم تروحي، وقت تروحي على المحلات التوريستيك بدهم يتصوروا معك، هلا بالهند مثلا بدهم يتصوروا معك، وقت تروحي على المحلات مش توريستيك اللي منهم هن بالجايد بيطلعوا عليك مثل ال وكيف قررت تروحي تكتشفي هذه الاماكن؟ بيطلعوا عليك كانك غريبه جايه عم تقتحمي يمكن خصوصيتهم، شو بدك منهم؟ الخوف يمكن اول بتكون اول رده فعل. ايه هي اول ما بلش صورهم بخافوا وبيكونوا اجريسيف معي، بعدين بتضحك معهم بفرجيهم الصوره اللي اخذت لهم اياها، دغري بتتغير العلاقه، بصيروا بيجوا بعدين بيجوا كل الاولاد، يكون في ولد واحد بعدين بيجوا بيجتمع معهم. هيدي اللحظه اللي بعيشها كانها عم تعطيني مليون دولار. هيدي اللحظات اللي عم بعيش مع العالم يلي ما بيشبهوني ابدا، مش بس بالوجه. شو يعني ما بيشبهونا؟ بالوجه اكيد، بالوجه مش منهم اوروبويه، منهم بيض، وبالعادات يعني بياكلوا بايديهم، بيقعدوا على الارض، بس هيدا منه عاطل مشانس، غير عادات. قد ايه بتحسيهم انه نحن بحاجه لنتصالح مع حالنا، مع ذاتنا، مع الطبيعه، مع الارض، كثير بعد لنقدر يكون عندنا القناعه اللي هن عندهم اياها هلا؟ كثير بعد، هيدي الصوره اللي كنا عم نشوفها لابسين شحطات وهيك وعم تشوفيهم عم بيضحكوا، اصلا كل العالم شفتها هالصوره قالوا لي شو مبسوطين بفقرهم. نحن كثير بعاد منهم، بدنا يعني لازم يزلطونا من كل شيء عنهم. هي يمكن الاصح العباره مش مبسوطين وسعادين بالفقر، هن مقتنعين بحياتهم، مكفيين مش بس مكتفيين، حابين الشيء اللي هن خلقوا فيه والارض. يمكن ما صحلن اللي نحن صحلنا اياه، الحضاره الاوفر، المصاري صارت تتحكم، الماده بتتحكم، مزبوط. بالشعوب بتتحكم، مزبوط. بالعالم بعد الضحكه وجمعت العائله الى قيمه. لما رحتي صورتي هذه الاماكن شفتي شي حدا من العائله من الاولاد حامين هيدا المرض؟ هيدا المرض رحت مرتين على الهند، 2015 ما كان وصل المرض لعندهم، بس وقت رحت من 2020 جمعه قبل ما يسكروا كل البواب بالكوفيد كانوا كلهم معهم تليفونات، كلهم بس بالمدن الكبيره. انا بالمدن الكبيره بمرق لهم ابو نهار نهارين، بس بروح دائما على الفيليجز يلي بعدهم على الضياع، على الضياع باخذ معي اكلاتي لانه هنيك بيشربوا مي وسخه وهيدا. بقى انا بروح بنت عجوزي اللي هو كثير نيقه من، بس بنرجع اغنية بهالحياه والاكسبيرينس اللي عشناها. يعني بعتقد هيدا معرضك الاول، بتكرري هيدي التجربه؟ اكيد. انا هلا عم بعرق، اول اكسبيرينس عملتها بارت ديستريكت مثل ما كنت عم بقول، كنت بدي اعملها بلبنان، وسمعت انه في ارت ديستريكت هيدي جاليري مخصصه، اول جاليري بلبنان والوحيده لهلا مخصصه بالفوتوغرافي، وهيدا ماهر عطار اللي هو فوتوغراف، هو بده يخلي الفوتوغرافي تصير مشهوره بلبنان، لانه كل العالم عم تروح على البينتينغز، وفوتوغرافي بعد ما لها قيمتها، لانه هي هذا اللي انا بدي اسالك اياه، انه انت مهندسه ديكور بتفوتي على بيوت الناس، بتعرفي شو رغباتهم، شو بحبوا، شو ما بحبوا، وبتعرفي انه الرسم غير الصوره المصوره بيقدر الواحد يحطها ببيته كديكور. قد ايه عم تقدري تقنعي هول الاشخاص انه فينا نحن نحط صور من الطبيعه او صور لناس ما بنعرفهم، ما نحن اخترناهم، بس بنختار الزاويه اللي المصور اخذها لهيدي الصوره واعطت حياه؟ برات لبنان الصوره لها قيمتها قد البينتينج. يعني براد لبنان في اكسبوزيسيونات اكبر فوتوغراف، هيك بيكون العالم أكيد. عم يحضر بلبنان بعدها، مثل ما عم بقول بعدها اولها. بس ماهر عم بيقول لي وانا عم شوفه بالاكسبوزيسيون تبعيتي انه الناس عم تشتري، لانه هي الصوره كونتريرمون يلي البينتينج ما بتعملها بتوصل البلاد لبعدها. يعني انا وقت عم بجيب الهند، وقت عم بجيب هالصوره او غيرها، الناس عم بتحط صورتهم على الحيط، صورتي على الحيط، جبت لهم الهند على البيت. البينتينج ما بتجيب، ما بيصوروا بلد الا اذا مين صوروا. مين لقيتي نوعيه الاشخاص اللي اهتمت لهذا الموضوع اكثر من غيرها؟ ما هيدا الغريب، كلهم، في من الصغير للكبير، في من الفقير للغني، في من المشهور للمشهور، كل العالم عم بتحب الصور. وانا هيدا اللي عم بنبسط فيه، لانه عم شوف انه اللبنانيه عم بيتفتحوا عيونهم للصور،
مع انه يمكن قطعنا بفتره كورونا سنتين ثلاث سنين بركي هيدا انفصلنا عن العالم والعالم كله انفصل عن بعضه، يعني صرت تحس العلاقات الاجتماعيه شوي تراجعت لورا، قد هذا الشيء اثر كمان على شغلكم؟ لك انا ما فيني اقول لك لانه انا ما عايشه هون، بس انا عم بشوف العالم عم بتفوت على الجاليري، عم بشوفهم عم بفوتوا وعم بشوفهم عم بيحبوا يسافروا. هلا صوري ما بعرف اذا غير اكزيبيشن عم بيصير ذات الشيء، بس يعني ما بعرف، انا بعتقد انه بدون عم بين بريتنسيوز، بس صوري عم بيعجبوا لانه في سفر، لانه فيهم ضوء، فيهم حياه، فيهم موفمنت. بركي هيدا عم ترد لهم الحبس يلي حبسوه من سنتين. It's a way of getting out of this habit. خلينا نذكر المشاهدين بمكان المعرض وبأوقات المعرض لو سمحت. دونك بآر ديستريكت جاليري يحيى بالجميزة بشارع غورو، يعني أهم شارع بلبنان. بيفتح من الثلاثة للسبت من العشرة للثمانية هلا حتى بفترة الأعياد؟ إيه لفترة الأعياد هلا للثمانية، هي عادة للستة هلا للثمانية، وأنا معرضي بيخلص آخر الشهر على 31، وبعدين رح يكمل ماهر بيجيب غير عم بيعمل بروموسيون للفوتوغراف اللبناني. هيدا عم بشجع هيدا عم بشجع إيه عم بشجع الفوتوغراف، وكل اللي عرضوا قبلي كلهم لبنانيين عايشين برا أو عايشين هون، بس دائما في شيء لبناني والصور اللي عم بي هو لأنه هو فوتوغراف مهم، يعني ما عم بياخذ من مكان. دونك قبل كان في واحد بيصور شو بقولوا فاغ دو، موجات الماء بينزل تحت الماء. قبله كان في ماهر، عرض ماهر يلي هو ليدو بفرنسا اللي هلا سكر، يعني عم بكله لبناني، في لبناني مصورين لبناني، في تاتش اللبناني الحمد لله، دايما شيء لبناني مبدع دايماً بالخارج والداخل. انا بدي اتشكرك يمنى، ميرسي كثير، اهلا وسهلا فيك وبالتوفيق، وان شاء الله بترجعي بتعيشي على اراضي الجنسيه اللبنانيه، بدي اصور لبنان، شكرا لك.